راح مسافة متر عني، متر عني يعني هم يجوز هواية المتر يعني. أنا دنجة طبعاً، أنا دا أنتظر يفجر نفسه يعني، أنه أنا هاي آخر آخر شيء بوقت أنه يفجر نفسه حتى أموت أنا يعني، وميرنا وأختي ومرت أخويا ما أدري كانت ميتة لو لا، يعني ما أعرف بيهم لأن إحنا نايمين واحد ما يدري بالله. فجر نفسه، صارت قمت أنا وراء الانفجار، قمت شفت هو يعني ملخ ورجله على ظهري صايرة وراسه على ميرنا واللحم مات كلها براسي صاير. قمت فزيت اني شلون انه اني لحد الان ما ميت ما ادري، الكاش مال الكنيسة كلها يعني تكسر علي يعني كل الرفع علي. بالاثناء دخل الجيش العراقي، قامت مرت اخويا دسح هذا الجيش، قلت لها لا مو ماني عبالي بعدهم، بقى السوري لا يمكن مو ما اعرف يعني بالضبط، بس بقى واحد من عندهم خاتل كان هيك مسوي وخاتل. راح دخل الجيش العراقي، هم شفت صار صياح وصارت هوسه، رجعنا نمنا مره ثانيه. عدي طبعا يعني بالاثناء عدي ماكو يعني عدي منتهي، قام سمعت صوت الشخير مالته، آدم سكت، آدم تعب تعب يعني تعب إلى درجة يعني حكي الحجة يعني كبير عمره 20 سنة ما سمعته يحكي هيك شيء. كافي يصيح لعدي قوم، كافي عدي قوم، يقول له لا تنام عدي، يصيح جوان الأمة يقول لك قومي ما قومي جوان، يصيح كافي كافي الضربون كافي الضربون. قدومي يعني سكت قدومي قبل اللي يدخلون علينا الجيش العراقي تقريبا بساعة أو نص ساعة، آدم سكت، آدم ما سمع الصوت. فقمت آني من الهاي شفت نشفنا الجيش العراقي، قامت ميرنا دا أسوي بالتليفون ماتي تليفوني انقفل، هلقت ما دقوا علي يعني دا أسوي هيك، ما حد ما أجا ما حد ما أجا. قامت ميرنا وقامت مرت أخويا، فآدم شفته يعني آدم شفته ميت يعني، يعني حتى الجوص الشغلات اللي واقع مال الانفجار كلها بحلقة، قمت طلعت جوص من حلقة فتح عينه فتح حلقة. رحنا الجيش العراقي، أنا داريد أرجع أخذ آدم، أخذنا آني وميرنا، جر ميرنا بحيث قمت جر ميرنا من بلوزها وجر أخذه ونايري اللي هي كانت مصابة، ومرت أخويا رجعت سحبت واحد من عندهم من الحرس جرونا إحنا من الكنيسة. أنا قمت أصيح هو يصيح إحنا إخوانكم العراقيين، إخوانكم إحنا إخوانكم الجيش العراقي، المهم سحبونا طلعونا برا. بس أخويا كان يعني بقى ما حد ما دخل طلعه لحد ساعة 12 بالليل. بس أرد أقول للقوات العراقية يعني ليش ما قدرتوا تسووا شيء تسوون فتشي يعني، لو غير دول يعني بالعالم كان كل شيء قدروا يسوون، كان ساعدونا يعني ما حد يعني. والخطة يعني خطة كلش يعني بسيطة كان سووها، انه يدخلونا من الباب ويصعدونا على الفوق، كان سيطروا عليهم تماما يعني، كان يعني بحيث لو صاعد قناصين من العراقيين اللي عندنا كان يعني رأسا جطلهم ومكانهم، لانه الفوق يسيطر على الجوازين. ليش ما سووا هيجي؟ ليش خلونا نتعذب احنا ومبقى صوت انفجار ما سمعناه ومن غير الضحايا اللي راحوا من عندنا؟ ليش يعني اللي سووه هذا ليش يدخلونا بنعم لبس البدله العسكريه؟ مفكر انه هو يروح ضحيه لاجل بلده؟ ليش لعد ما دخلونا؟ ليش ما قدروا يسوون الخطط يعني ها كلها؟ زين ليش خلونا نموت هالموت هذا يعني؟ عمرني انا كله قد شايفين حتى بالافلام ما شايفين هيك شيء، انفجارات يمنا 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 وكل لحظه احنا دا نشاهد يعني احنا ميتين. ما اقول يعني ما اقول غير شيء، ما اريد نحمل مسؤوليه الجيش العراقي، بس هي لازم توقع عليهم المسؤوليه لان هم ما تلحقونا وخلونا هيك نصير احنا. وشكرا والله لا يطيل الرهابين اللي سووه هيك بينا. أنا ميرنا زهير، أختي الشهيد عدي زهير هو ابن آدم. إحنا كنا بالكنيسة من صار
صارت الضرب لها، احنا كنا بالكنيسه. أنا ميرنا زهير اخت الشهيد عدي زهير وابن ادم. أنا كنا بالكنيسه من صار الضرب ومن دخلوا علينا. طبعا بالخمسه وخمسه وربع يعني سمعنا صوت طلقات خفيفه. احنا اكو بيبان بالصفحه يعني الابواب بالصفحه اكو بس مسدوده هاي يعني ما يفتحوها ابد ما يفتحوها، هي تطلع على قبور، اكو قبور بالكنيسه. فاحنا قعدنا بهاي الباب سمعنا صوت طلقات خفيف يعني عادي، قلنا يعني جوس يعني ضرب عادي يعني مواجهات بس مو يمنا يعني بعيده. اي فش اسمه كان سمعنا بعدين صار ضرب قوي قوي كلش قوي والانفجار وضرب ما اعرف يعني سمعنا اصوات يعني. فقال القز قال خلينا نقوم نصلي على مود البلد وهذا يحفظنا الله. فقام يطلع دخان من الباب، هاي الباب اللي قاعدين يمشي قام يطلع دخان تراب ما ادري ايش قام يعني يطلع هيجي. فاحنا كنا عدي اخويا الشهيد ومرته وابنه وبنته كانوا قاعدين يم الباب. فكنا يعني جينا تقدمنا بالبداية القسان والدول الشباب دا يطببونا جوا يعني يعني دا يختلون بينا. عدي خابر بابا قال له بابا طبوا مسلحين علينا بالكنيسة وحاصرينا يعني. فراح أبونا وسيم دا يسد الباب ما أدري شلون سد الباب ما قدر يسدها ما أعرف. فإحنا رحنا ختلنا يم يعني يم المذبح مال الكنيسة بالكنيسة ختلنا جطلنا كنا بالقاع. فاتوا ما أدري يعني فاتوا إحنا بس رفعنا راسنا شفنا ذولا يم راسنا يعني دا يكتلون بالعالم يفوت يمشي ويكتل بالعالم. فشاف الشماس دفعها ما ادري الشماس يعني دا يريد كتله ما ادري ايش يريد يسوي له ضربه راسا للشماس وقع. وابونا وسيم همينا كتله وابونا ثار على المذبح راسا ضربه طلقه براسه وقع. فعدي هو ونايم خابر على بابا قال له بابا يلا تعال يلا ترى ذولا قال له مطوقينه كلهم. بابا قال ما ادري بابا قال له اي جاي. فماما ما صارت ويانا لان ابونا رفائيل يعني القسان هم دا يطببون يعني بس دا يردون يخلصون بالعالم يعني دا يطببون. فطبت ماما جوا بغرفة القسان طبت. احنا ختلنا يعني عدي محاوطي احنا يعني احنا محاوطي اني وشهد ومرته وبته هو حاضن ابني دا يقول له حبيبي لا تخاف هسه دا يقول له حبيبي لا تخاف هسه يطلعون. ابنه ما صيح يعني وما خاف يعني اكو اطفال من يشوفون هيجي اشياء يبكون يعني يصيحون لابنه لا ساكت كلش ما حكى. فقعدنا نصيح نقول له عدي ذولا راح يقتلونا. قال لا هسه ياخذون فلوس ويطلعون. قال لا تخافون هسه ياخذون فلوس ويطلعون. اجى كان جوي صاروا يم المذبح شباب قاعدين كلهم يعني قدام هيجي قدامهم. قال ارميهم رماهم كلهم هيجي ايه هم يقتلون يعني دا يقتلون ما دايرين بالك ولا عبالك دا يقتلون. اي بابا يدق على عدي دا يشوف عدي التليفون بس ما دا يقدر يجاوبه لان واقف يمنا واحد منهم كان يقول له هذا ولد وكتل على عدي. عدي بس رفع راسه دا يباوع عدي هيك حاط ايده بس رفع راسه دا يباوع ضربوه عدي دنج راسه بعد ما تحرك. انا راسي جوا الكرسي بس يعني بس بطني ورجلي جوا برا يمهم بس راسي جوا الكرسي. لزمت ايده سويت له هيك حركت ايده ما دا يتحرك. ابنا قام يصيح بتدى الصيح العالم صمته ماكو بس يعني ضربوا لها بس الجهال دا يصيحون بس دا نسمع صوت جهال. وحده ضربها طلقه بطنها كانت نايمه فوق قدامي كانت نايمه كان يعني ما كان يقدر يتنفس. فاني ما ادري يعني ما اعرف يعني شلون هيك وخرتها على مده يتنفس وهي تسوي اي ودت لوبه حيه خطيه بطنها كان مضروبه طلقه بطنها. ده الصياده تقول اي تقولهم قتلوني. قالت له قالت له قتلني لا تخليني اتعذب. يقولها لا تعذبي وتتفشل علي تقول له جبان تقول له جبان تقول له نذل اقتلني. يقولها لا تعذبي بجهنم. يقولها بعد تعذبي ما قتلك. ايش قد فشرت علي وما قتلها وهم يحجون وهي دا تحجي دا تقول له بس اقتلني وما يقتلها هو. يقولها تعذبي بعد ضرب صار يضربوني ضربوا طلقات وهاي ضرب على السبلت لهذا الغاز كله اختنقنا بالسبلت بس يعني ما حد يقدر يقوم يحكي يعني شو نقول لهم بس احنا مخنوقين ما نقدر نتنفس.
كان فواحد من عندهم كان لابس بادي احمر شاب كان لابس بادي احمر كان نايم جوا السبلت فمو ضرب طلقه على السبلت الغلاف ما السبلت هو السبلت من هاي الكنتور الغلاف ما توقع على هذا الولد فهذا الولد دا يتحرك شافوه راح ضربوه طلقه والغاز اختنقنا به بالغاز يعني اللي هيك اختنقنا ما قمنا نقدر نتنفس يعني طبعا كان يجي هو مو هذا واحد منهم عراقي كان هو اسمه ابو كرار يمكن شيء ابو كرار كان نعم فواقف كان يمنا ابو ضرب هو ضرب يعني ضرب الطلقه على السبلت فاختنقنا يعني ما نقدر نتنفس قاموا يضربون رمانات دا يضربون أمه بالكنيسة يعني على شنو دا يضربون ما أدري يعني هي العالم كلها ميتة فهو يجي يمنا يوقف أنا ما يعني ما أسحب نفسي أخنق نفسي أسوي نفسي ميتة وأبد ما أتحرك مرت أخويا ما أعرف بها يعني مرت أخويا قلت ميتة أنا لين ماكو صوتها أبد ما طلع صوتها بس بتها دا الصيح وبنها ورا هيجي ساعة تقريبا ساعتين سمعت الشوخرة عدي شوخر فاني هاي وحدة نايمة يمي هي جو الكراسي نايمة هي هاي دفعتها عني قلت له بحوت السوي انا ايش قلت هي يعني انا دا اشوفها هي هاي قاعدة بس قلت لها يجوز هي يعني هي طلعت هذا الصوت ثاني مرة صار هيك صوت قلت هذا عدي مامي يا مجاح عدي هو فابونا رفائل بالغرفة مال قسطان هو واقف عليهم واقف لهم بالباب ما دا يخليهم يدخلون وهي هاي الغرفة متروسة ناس كلها ناس كانت قال ذيك الغرفة بها قص قال ادخل عليها يشمرون بهاي الرمانات ويرجعوا لي ورا يشمرون الكنيسة ما ادري شلون ما تفلشت الكنيسة هيك تنشال وترقع هيك الكاشي كله طلع الكاشي هيك الحايط كله الحايط هيك جص كله طلع بإذاني بهدومي كله جص مال حايط شمر الرمانات وهاي دول يصيحون العالم يا يسوع يا يسوع يصيحون ليش يديرون بال ما حد يدير بال ابن عديه آدم يصيح يقولهم كافي كافي يقول لك عديه قوم يقول له عديه قوم عديه ما يسمعنا يقول السعدي رح يلزم السعدي يسكت عديه ما يقوم يصيح الأم يقولها قومي قومي ما حد يقوم بعدين قال لها خلصنا طلقات بس هو قال خلصنا طلقات بس ده يضرب يعني بس ورا فترة ماكو يعني خلص ضرب الطلقات كان يقول لها قال لها لا عندنا رمانات فخابر باللاسلكي هذا الجهاز اللاسلكي واحد منهم يمكن العراقي اتصور خابر قال لها ميم واحد قال لها احنا الرهن اليمنى نفجرهم فذاك جاوبه قال لها الصوت مو واضح عادهم قال لها الصوت مو واضح فذاك راح كان دا يخبر ويا البغدادية قال له احنا هاي يعني من جوي بالبداية بعد هستهم يعني بعد كانوا جايين قال له احنا دخلنا الكنيسة الكرادة كنيسة سيدة النجاة بالكرادة قال له ويانا رهنة معنا رهنة قال له اذا ما تطلعوا اخواتنا المصريات في السجن بمصر قال له رهنة ما حد يطلع من عندهم قال له لين احنا هسه كلهم ملغوميهم فقال له ما ادري ذولاك ايش قال له سد التليفون كان قوم اختي شهد قال لها قومي احكي اجى علينا قال قوم وانا قاطع النفس ماتي يعني اساس ميته فقامت اختي انا من قامت قلت هذا هو راح يقتلها هذا هو قلت فما سمعت صوتها شحشت يعني بس هو دا اسمع صوته دا يقول لها بس هي صوتها ما سمعته المهم حكت هي قالت له احنا ماخذينه احنا رهنه وما ادري ويا من حكت هي ورجعت قالها رجع إلى أرميج قالها تتحركين قالها بس تتحركين أرميج هي رجعت رأسها نامت هي رأسها يا مرجلي فكل شوية هي أدغة وهي تدغني يعني على مدى أعرف هي عايشة يعني على مدى أعرف يعني على مدى وحدة تعرف باللغ طفت الكهرباء وشل كانت يعني الثريات كلها وقعت علينا القزيز والهاية بس بقت شمعتين بقت ثريات صغار اثنين فقال هاي الثريات بالنهاية انطفت يعني قبل تخلص المعركة قبل لا تخلص طفت هاي الثريات طفت الكهرباء صارت صنطة بعدين صار رمي ما الطلقات كلش قوي باوع فوق عباك هيك عباك هاي السعاديات هاي يعني شي طلقات فتشي فضاعة شانت يعني قاعد هذا العراقي كان يضربه والطلقات هاي الغلاف مالتها كله وقع علينا كله على جسمنا صار الطلقات كله ف
فهذا العراقي يمنا الصواب شلون يعني ما اعرف شلون الصواب برجله ما قام يمشي بس هو قاعد يضرب.